صباح الصحة والسعادة عليكم مشاهدينا الجمال، مشاهدي الصحة والجمال ومشاهدي صناع السعادة. أهلا بكم في أول حلقة من حلقات برنامجنا صناع السعادة مع مي رفاعي وعبير عبد الله. صباح الخير يا عبير. صباح السعادة وصباح الجمال يا مي، وصباح السعادة على جميع مشاهدينا. بما إن برنامجنا اسمه صناع السعادة، فأنا بصبح عليكم جميعا وبقول لكم صباح السعادة. من حقي أتعلم، من حقي أتكلم، من حقي أعيش. ربي خلقني من طين زي زيك، أنا لست بخانة النسيان، أنا هبة ومنحة من الرحمن، رسالة من ذوي الاحتياجات الخاصة لنا جميعا. موضوع حلقتنا النهاردة في أول فقرة من فقرات صناع السعادة، هنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم دراسيا مع الأطفال العاديين في المدارس مع دكتور راضي بدوي، أخصائي التخاطب ومدرس معتمد ومدرب معتمد بجامعة عين شمس. بس بعد الفاصل، نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، انتظرونا. ورجعنا من الفاصل في أول فقرة من فقرات صناع السعادة مع دكتور راضي بدوي، أخصائي التخاطب ومدرب معتمد بجامعة عين شمس. أهلا بيك يا فندم، نورت البرنامج. أهلا بحضرتك أستاذة مي. أهلا بحضرتك معانا أستاذ راضي. أستاذة عبير زي حضرتك، أهلا بيك. أستاذ راضي، بصفة حضرتك أخصائي في التربية الخاصة، ممكن تعرف المشاهدين وتعرفنا إيه هو الدمج؟ جميل جدا. اولا قبل ما اتكلم عايز اصبح عليكم، وفرصه سعيده جدا اني معاكم النهارده. اهلا وسهلا، ويا رب ان شاء الله باذن الله اكون ضيف خفيف على المشاهدين، واتمنى ان شاء الله انا اقدر اكون افيد باي معلومه جميله يستفيدوا بها النهارده ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لموضوع الدمج، طبعا اختلفت فيه تعريفات كتير جدا. الاول قبل ما اتكلم عن موضوع الدمج، ايه هو فكره الدمج اولا؟ ايه هو تعريفه؟ الكلمه نفسها معناها ايه؟ بتقول ايه؟ فانا بقول ان الدمج هو من اهم الاساليب الأخلاقية التي تساعد على المساواة والعدل. دي فكرة الدمج نفسها، أو كلمة الدمج نفسها وتعريفها. الدمج نفسه بيمثل إيه أو إيه تكوين أو إيه ده؟ اللي هو اللي إحنا بندمج الأطفال الغير العاديين مع الأطفال العاديين، أو الأطفال ذوي الهمم مع الأطفال الغير عاديين. طبعًا الأيام دي سيادة الرئيس أشاد بحاجات كتير جدًا، من ضمنهم الأطفال الغير عاديين. وعايز بصراحة الفترة اللي فاتت دي عمل حاجات كتير جدا لصالحهم، احنا كلنا بنشاهدها وبنشوفها، بنشوف الطفرة اللي حصلت معاهم سواء كان في المدارس أو في غير المدارس. وكمان وزير التربية والتعليم أنزل قرارات جديدة جميلة جدا بتضمن حقهم، لأن هم فعلا لهم الحق في كل حاجة. مش معنى إن ربنا أخذ منهم حاجة إن احنا كمان نحاول إن احنا يعني نحط عليهم كمان، لا بالعكس، احنا بنحاول ناخد بايديهم لان دول فئه تستحق بكل الاستحقاق ان احنا نساعدهم على كل حاجه. تمام. عايزه اعرف من حضرتك ايه هي انواع الدمج؟ الدمج له انواع، انا بقول الدمج المكاني والدمج الاكاديمي والدمج الزماني. المكاني ده اللي هو بين المؤسسه وبين المدرسه، تمام؟ الاكاديمي ده اللي هو بيتمثل في دور المدرسه والاداره والطلاب وولي الامر والطالب نفسه. فكل دي انواع الدمج. ده الدمج المكاني. ده الدمج المكاني. يعني ايه الدمج المكاني؟ الدمج المكاني ده اللي هو مكان اللي بنعمل فيه الدمج، اللي هو زي مثلا المدرسه. تمام؟ او المؤسسه. احنا دلوقتي بنحاول ان احنا بندمج المؤسسه مع المدرسه، ان احنا بنشوف ايه اللي بتعمل في المؤسسه عشان ندمجه كمان في المدرسه. تمام. وده الفتره الجايه اللي ان شاء الله باذن الله مع وهنشد بيه الدوله، ان يكون في كل مدرسه بعد كده ان شاء الله مدرس تربيه خاصه، لان احنا بنعتقد الموضوع ده جامد جدا. وعايزين على الاقل حتى لو ما قدرناش ان احنا نؤهل المعلمين ان هم يكون عندهم فكره عن التربيه الخاصه، لان طبعا حصلت حاجات كتير جدا من طالب التربيه الخاصه او الدمج اللي بنعمله دمج هناك ما بيلاقيش الرعايه الكافيه في المدارس او الاهتمام بيه، او ما فيش حد قادر يفهمه يعني ايه. فاحنا حاجه من الاثنين، يا اما نؤهل المعلمين بالنسبه بقى تدورات تدريبيه ياخدوها او بالتعاون مع جامعه عين شمس او جامعه القاهره في دورات تدريبيه، تمام؟ او انا من وجهه نظري، وبتمنى ده يوصل لسياده الرئيس او وزير التربيه والتعليم طارق بيه شوقي، ان احنا نؤهل الطلاب بتدريبات خاصه، ان في ناس كده عندها كوادر جميله جدا وعندهم افكار جميله جدا وعايزين. الدورات التدريبيه للمعلمين مهمه جدا. جدا. طبعا بتأهلهم ان هم يقدروا يتعاملوا مع ذوي القدرات الخاصه بصوره مثاليه. طبعا احنا حضرتك شفنا الفتره اللي فاتت لما نزلنا نظام اللابتوب في المدارس والكمبيوتر وكده، بدانا نعمل دورات تدريبيه للمعلمين على كيفيه استخدام التابلت او الكمبيوتر او ايا كان. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نأهل بقى المعلمين ان هم ازاي يقدروا يتعاملوا مع اطفال التربيه الخاصه او اطفال غير العاديين.
تمام؟ لان دي اهم، انا تقريبا بعتقد ان هي اهم من التابلت او الكمبيوتر. اكيد. لان التابلت والكمبيوتر ده هو اله، لكن احنا بنتكلم على الانسان نفسه اللي هو اخترع الاله. كائن حي. واحنا عارفين ان هم عندهم قدرات عاليه جدا 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 جدا، وده احنا شفنا الكلام ده في سواء كان في الدورات الاولمبيه اللي حصلت او في او الايام اللي فاتت، حتى في الحفلات اللي ما بتحصل بنلاقي فيهم ناس فيهم بسم الله ما شاء الله عليهم قدرات خاصه في مجال معين. طبعا. رياضي فني. وهم مكتسين. عايز اقول لك على حاجه، ان هم اما هم بيحطوا حاجه في دماغهم او بيضعوا حاجه في دماغهم لتحقيق هدف معين، تحدي لازم يكون تحدي. سبحان الله. ربنا بيوضع جواهم قدره غريبه الشكل. فاحنا دورنا ايه؟ ان احنا ننمي الحاجه دي جواهم، نساعدهم على ان هم يتطوروا، نساعدهم على ان احنا نقف جنبيهم. حاجات كتير جدا لازم تحصل في ظل الظروف، التغيرات الكتير اللي حصلت والحريه اللي حصلت والاراء الكتير اللي حصلت. المفروض ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه انا شايف ان في طفره كبيره حصلت، واتمنى انها تدمر ان شاء الله باذن الله. احنا كده اتكلمنا عن الدمج الزماني، لسه الدمج المكاني والدمج الوقتي عباره عن ايه؟ انا بتكلم هو مش وقتي، هو زماني. تمام الزمان اللي انا عايز الحق دلوقتي ان انا اختصر الوقت. الفتره اللي فاتت عدت كنا بنشوف حاجات كتير جدا في المدارس، موضوع بقى التقديمات والدمج والطالب ده ما ينفع وما ينفعش، طب ينفع ازاي وما ينفعش ازاي، وايه المؤهلات اللي تخليه ينفع وما ينفعش. طب احنا من عصر الزمن، يعني احنا دلوقتي عايزين نلحق نختصر الدنيا ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام. خلي بالك انا بتكلم على انواع الدمج الزمني ده من عندي انا بختار، بقولها من عندي انا. لان انا بحاول ان انا ما اكونش مقلد، انا بحاول ان انا ابتكر حاجات تانية من عندي. انا قرات كتير واستفدت كتير، وعايز اوجه شكري ان انا في البرنامج لمؤسسه عطاء. تمام. حقيقه انا استفدت منهم كتير قوي 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 قوي، وعلى راسهم دكتوره منيره السروجي معروفه. أكيد. وكمان رئيس قسم التوحد بجامعه عين شمس. برافو عليك استاذ عبير. اكيد طبعا عليك. اكيد برافو عليك. ودكتور محمد عبد الهادي، مش عايز انسى حد. وطبعا عمري ما هنسى استاذتي كمان دكتوره رانيا صلاح. اكيد دكتوره رانيا صلاح معروفه، يعني حد جميل جدا. حد جميل وحد من الناس اللي وحد اللي بيرعى ربنا بجد. أكيد. اللي صعب احنا الايام الفتره دي، واكيد ان شاء الله هتطلع معانا يوم وهنعمل حلقه نفيد بيها الساده المشاهدين باذن الله. أكيد. واكيد هتبقى حلقه هادفه سعاده نتشرف بيها باذن الله. حقيقه انا يعني تعاملت معاها وشفت حتى تعاملهم مع الاطفال، كميه مجالكم انساني بحت جدا، انساني بحت جدا جدا جدا. وعشان كده احنا بنقول المجال ده بالذات عايز حاجتين، لو رايت ربنا فيه ورايت ضميرك صدقني هتنجح بجد. طيب استاذ راضي، اتفضلي. من وجهه نظر حضرتك كده تقول لنا يعني الاليات اللي ممكن تنجح عمليات الدمج. احنا اتكلمنا عن جزء اللي هو جزء خاص بالتاهيل وخاص بالتدريب المدرسين. طيب هل في حاجات او في اليات حضرتك شايفها من وجهه نظرك تصلح لنجاح عمليه الدمج؟ جدا طبعا. احنا اتكلمنا قلنا الطفره اللي حصلت اللي فاتت دي والطفره اللي جايه، وكمان التوجيهات رئيس الدوله الاستاذ عبد الفتاح السيسي والاستاذ طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، ان الفتره اللي جايه دي فيها نوع من انواع التنميه اللي هو الغير عادي. تمام. واحنا عايزين نستثمر. تمام. ده نستثمر ده ازاي؟ ان احنا قلنا، كنت لسه بتكلم مع الاستاذه مي دلوقتي الموضوع ده، ان احنا بنأهل الساده المعلمين للتدريب، زي ما اخدت دورات تدريب في الكمبيوتر او الخ. تمام. لا لازم ناهلهم في التربيه الخاصه. ليه؟ انا عايز اسال حضرتك سؤال. فضلي. هل في مدرسي التربيه الخاصه متعينين في المدارس الحكوميه؟ والله هو في بعض، مش هقول كله بس بعض. احنا مش عايزين نخلي كلمه بعض دي. تمام. احنا عايزين نعمم الدنيا كلها. تمام. وكمان انا بتكلم في تربيه خاصه لازم يكون في حاجتين، في مدرس ومدرسه. لازم نفتكر دي كويس قوي قوي. ليه؟ لان انا بواجه دلوقتي بعض المدارس اللي هي مشتركه اللي فيها بنين وبنات، فما ينفعش ان انا اجيب مدرس يتعامل مع طالبه تربيه خاصه. إيه طبعا انت عارفه ان احنا الدين بتاعنا بيحكم حاجات معينه، فما ينفعش التلامس او الاحتكاكات اللي بغير صوره يعني كده. وكمان في تقرب، تلاقي البنت دايما متقربه للست اللي جايه. تمام. والواد دايما برضو متقرب للمدرس بتاعه، حتى لو عمل حاجات غير اراديه بتلاقي المدرس قادر انه يحكم الحاجه دي. ودايما انا بطالب بكين دول، مدرس ومدرسه في كل مجال. تمام. بنحاول ان احنا نتلاشى حاجات كتير ممكن تحصل مع اي حاجه. طب بالنسبه لتدريب المعلمات او المعلمين اللي في المدارس الحكوميه،
هل يتوجب ان احنا نطلب من الدوله ان هي تاهلهم تربويا وان هي تعمل لهم دبلومات في التخاطب او دبلومات؟ دلوقتي جامعه عين شمس حضرتك في الجامعه وعارف بتاهل الخريجين ان هم يبقوا متدربين عملي ونظري في مجال التربيه الخاصه. هل لو احنا يعني طالبنا ان مدرسين التربيه العاديين اللي هم في المدارس الحكوميه ياخدوا دورات تدريبيه في جامعه عين شمس او دبلومات مجمعه او دبلومات تخاطب، هل دي هتكون كافيه ان هي تاهلهم للتعامل مع ذوي الهمم؟ سؤال جميل جدا استاذ عبير، اشكرك عليه جدا، وده هياخد مش هقول توقيت كتير من الوقت. عايزين نتكلم بس اتكلم براحتك، الوقت معايا. اتكلم براحتك. حاضر. اوكي بصي، انت اثرت نقطه جميله جدا. احنا زي ما انا قلت لسه، عشان ادرب الساده المعلمين ان هم يتاهلوا تربيه خاصه وياخدوا دورات شيء جميل جدا، تمام، وان الدوله تساعد ده مش هقول لك ده امر فرض على الدوله ولا بنعمل كده، احنا بننشئ الدوله فيه، احنا كلنا بننشئ الدوله فيه، احنا نعمل طبعاً كده طبعاً عشان نحسن المستوى. واظن ان كمان لما يكون في تعاون بروتوكول بينه وبين جامعه عين شمس او جامعه القاهره اظن هيبقى شيء جميل جدا جدا جدا. الدورات ايا كان هي مكلفه شويه لان بتاخد منها نظري وعملي، تمام. النظري ده باخد فيه فتره كبيره جدا، ان انا بتعامل طبعا مع التخاطب، او سواء كان بقى في التخاطب دي في اشياء كتير جدا، في تعديل السلوك. يبقى محتواها ايه الدورات دي؟ الدورات دي كويس جدا. الدورات دي محتواها انا ازاي اقدر اتعامل مع فادي، ازاي اقدر انا امشي معاهم، او مش عايز اقول كلمه اعالجهم، المهم ان انا بحاول اوصلهم لاكبر حاجه تكون مساويه للاطفال العاديين، تمام. لو في سؤال جدا انت حضرتك كنت سالتيني عليه قبل الحلقه وانا هجاوبك عليه من خلال النقطه دي، بس مش عايز اخرج بره النقطه دي الاول نجاوب عليها، تمام. فلما يكون كمعلم اروح اتدرب انا بستفاد حاجات كتير جدا، بستفاد خبره، بستفاد علم تاني، لان مجال التربيه الخاصه ده عالم تاني خالص يا استاذ عبير. مجال انساني اولا جدا، انساني بحت طبعا، وزي ما انا قلت دمج من الاول، هو من اهم الاساليب الاخلاقيه التي تساعد على المساواه والعدل، تمام. فان انا اكون ان انا كمعلم اتجه ان انا اروح اخد دوره تدريبيه خاصه في مجال، طب انا اعمل كده ليه واكلف الدوله ليه؟ ما انا عندي حاجه ثانيه، عندي كوادر طالعه بالتربيه الخاصه، تمام، عايز تشتغل وعايز تدي التربيه نفسهم. ايه بتوع التربيه نفسهم بالظبط، هم درسوا 4 سنين في الكليه ودرسوا دبلومات واخدوا ورشه عمل، اهلوا نفسهم بالظبط. ايوه هم عادي ان هم يقوموا بالدور ده. ايه المشكله اما اجيبهم يتعلموا؟ ايه المشكله ويتعينوا ايا كان بعقد حتى يثبت نفسه ويتعين اساسي؟ وهنظن عندنا ناس كتير جدا جدا اجادت وفتحت مراكز واشتغلت. طب فيها ايه لما ادي؟ انا مين واحد عندي استعداد ان انا ادي حاجه ولو مش عايز اقول ان هو يكون من غير مادي خالص، لا، وليكن بس مساعده اخلاقيه، انا مين واحد عندي استعداد اساعد ولو من غير ماده خالص. طيب استاذ روزي، احنا اتكلمنا في نقطه التاهيل والدورات التدريبيه من داخل الجامعه. في نقطة حابة أسأل حضرتك فيها، هل الوسائل التعليمية والأنشطة متاحة داخل المدارس دي؟ طبعا في حاجة اسمها غرفة المصادر، ده المفروض بتكون جوه المدرسة. أنا بسأل في المدارس العادية الحكومية، هل هي فيها غرفة مصادر فعلا؟ المفروض، وفي المفروض بس هل هي احنا بقى عايزين نطالب بالوسائل التعليمية ان هي تكون متاحة ويكون في غرف مصادر ويكون في اماكن لذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم الاطفال تساعدهم ان هم نطلعهم لاحلى، ويعني نطلع منهم نتيجة. على فكرة ذوي الهمم بيطلع منهم أكيد نتيجة عالية جدا، جداً. بيطلع منهم موهوبين، مش المشكلة فيهم. صح يا مي، صح. ولا واللي هو ممكن نوفر لهم، يعني ساعات بيبقى في بعض الشكاوي بنشوفها بتجيلنا، زي مثلا اماكن طلوع ونزول في المدرسه، الطفل اللي عنده اعاقه كامله في رجليه مش مخصص له مكان جداً. يا مي، مش مخصص له مكان يطلع وسلم يطلع منه وينزل، يضطر زمايله يشيلوه او المدرسين يشيلوه ويطلعوه السلم وينزلوه، فدي بتبقى حاجه صعبه وحاجه نفسيا حتى للطفل ووالدته بتبقى صعبه جدا. ازاي نطالب بحاجه زي كده، او ازاي هل المفروض ان احنا برضو نطالب بالحاجه دي؟ ده مش مطالبه، ده اساسي. ده اساسي انا بعتقد ان ده من الاشياء الاساسيه جدا. حتى ولو يكن غير الطفل، اللي هو احنا كلنا بنتكلم عن اطفال ذوي الهمم، دي اقل حقوقه يا استاذ راضي. بالظبط، اقل حقوقه ان هو حتى يلاقي مكان يطلع سلم يطلع منه، بالزبط. يلاقي ادوات يستخدمها، يحس ان هو مفيش اي مشكله مع اصحابه، ما حدش يبص له بصه ان هو دونيه اقل منهم. لعلمك ان اللي اتعامل مع الاطفال ونزل معاهم وشافهم، الاطفال دول عندهم ذكاء غير عادي. يقول ايه بقى دكتور اسامه فاروق، ده رئيس جامعه 6 اكتوبر هنا، تمام، كان عندنا محاضره، كان حد من الناس اللي استفدت منهم جدا، مع انه محاضره واحده بس استفدت منهم جدا. بيقول لي على طفل التوحد ايه؟ طفل التوحد انت كاخصائي
لو دخلت تشتغل معاه الطفل لازم يحبك طبعا. لو حبك أكيد. بيعمل حاجات غريبه. يقول لك ايه؟ يقول لك الطفل لو حبك يجي يقف جنبك كده. سبحان الله. مع رغم ان هو مش اجتماعي. مع رغم ان هو طفل التوحد مش اجتماعي. قال لك الطفل لو قرب منك معناه انه بيحبك. انا اول ما رحت عند اتدرب ساعه ما كنت بتدرب فقعدت وشايف الاطفال كده فببص لهم بشايف حاجات قدامي عايز اقول لك حدنيه غير عاديه شيء مفرح. فلقيت واحد فيهم جاي يلعب معايا. المفروض ان انا عارف ان اطفال التوحد هم اعراض كتير جدا ان هو دايما بيحب يكون قاعد مع نفسه يبص المروحه دايما يشرب دي حاجه كده لكن الحاجات دي اتغيرت جدا طبعا مش عايز اقول هو تاهله عند الدكتوره رانيا صلاح وصلت له لدرجه كبيره جدا لكن الطفل حبني وانا حبيته بصراحه فحتى بقت فيه بينه وبينه حته صعوبيه كده اول ما يجي يعمل لي كده على طول فهو عنده ذكاء احنا نتمنى ان المدارس الحكوميه تاهل الطفل وتخليه يتفاعل كده احنا نفسنا نشوفه زي المدارس الخاصه انا لسه على سؤالك على فكره هرجع لك لحضرتك في كذا سؤال ايوه ما هم كذا سؤال في بعض اديني فرصه احنا هنسيبك براحتك لحد ما ترد على نقطه نقطه كده خلي بالكم الساده المشاهدين عارفين كويس قوي ان احنا كنا جايين نتكلم عن موضوع التوحد اصلا وغيرناه للدمج عشان الوقت ده حاليا بنقدم للطلاب في مدارس فالناس محتاجه الدمج يعني الناس عايزين تعرف الكلام ده في بدايه الدراسه باذن الله من بدايه العام المقبل هيتم تفعيل نظام الدمج فاحنا عشان كده اخترنا موضوع الحلقه النهارده وده كان طرف دكتور رودي تسلم بس عايز بس انوه على حاجه بلاش كلمه دكتور دي لان لسه ان شاء الله بس عليها خلينا مدرب ايوه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اتمنى ان شاء الله باذن الله ودي اللي بسعى لها ان شاء الله باذن الله حضرتك ما شاء الله قيمه وقامه وعندك علم وتستحق الدكتوراه دي يا فندم الله يخليك في المسيح جدا لذوقك الحقيقه انا كنت هنسب الفضل ده فهنسبه لناس كتير جدا هم اللي وضعوني على حاجات كتير جدا من ضمنهم ايام الجامعه مش هنسى استاذه الدمج بتاعتي دكتوره منال بهنس من الناس المحترمين جدا 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 وزي ما قلت دكتوره منى السروجي ودكتوره عبد الهادي ودكتوره رانيا وعايز اقول لك على حاجه بسيطه جدا هم يمكن قاعدين مش عارف شايفيني ولا لا ولا سامعيني في زميله ليا او حطتني على اول الطريق في ناس كده في حياتك دايما بتحطك على اول الطريق صح من غير قصد او بقصد من غير منفعه في زميله ليا من اسكندريه اسمها استاذه انجي دي اللي ساعدت ان احنا نسعى ورا الحاجه دي ونقدم ونعمل عندي واحده اسمها استاذه سمر عادل دي عاملين جروب اسمه تبادل خبرات كل واحد فينا عنده خبره بيتبادلها مع الثاني حاجات كتير جدا انا حبيت اقول لاسامي الناس دي لان انا استحق ان اقول كده عليهم بجد يعني تمام بالنسبه للسؤال الاستاذ عبير عشان ما اخرجش طيب ناخده بعد الفاصل اوكي نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني انتظرونا ورجعنا لكم من جديد مع استاذ راضي اخصائي التربيه الخاصه ومدرب بجامعه عين شمس هنكمل مع الاسئله واستاذ راضي ممكن نكمل الكلام بقى ونرجع لموضوعنا اتفضلي وحابه اعرف من حضرتك يعني في وقت بسيط كده مين هم الاطفال اللي بتخش الدمج الطفل اللي بيخش الدمج هل هو صعوبات تعلم بطيء تعلم تمام وعلى اي وعلى اساس أي بيتم أساس اختيارهم وعلى اي اساس بيتم اختيار الطفل ده طيب كويس اول نقطه دي عشان اولياء الامور محتاجين الكلام ده جدا يعني بطيء التعلم وصعوبات التعلم هو نسبه ذكائهم كام يا استاذ عبير بتعدي ال 84% تمام يبقى دول اصلا عندهم مشكله في الدمج ليه؟ دول حاجه اسمها بطيء التعلم اما بيدخل مدارس بيدخل مدارس العاديه لكن ما ملوش ده علاقه بالمدارس الدمج بيوصلوا جامعات كمان عادي بالظبط يعني ده بطيء حاجه اسمها بطيء تعلم وصعوبات تعلم احنا مع المدرسين العاديين بنبدا نعمل معاهم اجراءات زي تنميه مهارات زي شغل احنا بنشتغله معاه بنوصله ان احنا نخف عنده حته الاعاقه دي لكن ده في المدارس العاديه طيب. لكن خلينا نتكلم مين الاطفال بقى دول اللي هم في حاجه اسمها عندهم اعاقه ذهنيه اللي هي الاعاقه الشديده تمام خلينا نعمل قبل ما نتكلم في اي حاجه من دول لازم ندخل دول بيدخلوا على ايه بناء على ايه المدارس اللي هم نسبه ذكائهم 68% ممكن تقل ممكن تزيد بعتذر جدا للاسف وقت الفقره خلص بشكرك جدا دكتور راضي وتوعدنا ان يبقى لينا لقاءات متجدده مع حضرتك باذن الله ان شاء الله ان شاء الله هيبقى لينا حلقه ثانيه نتكلم فيها عن باقي المواضيع المهمه لان موضوع الدمج ده ملف كبير وملف دسم ومحتاج ان احنا نتكلم فيه اكتر من كده يعني عايز له حلقه لوحده يا مي صح أكيد أكيد. واكيد هيبقى لنا لقاء مع حضرتك ثاني نكمل فيه بقيه اسئلتنا متشكرين جدا وصباح السعاده هتحتلوا الفرصه ان اتكلم معاكم وان شاء الله يكون افدت الساده المشاهدين وكنت ضيف خفيف عليهم وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله واتمنى نتكلم في حاجات كتير ووقت اكتر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بشكرك جدا يا دكتور شرفنا بحضرتك استاذ راضي نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني وفقره مهمه جدا اوعوا تروحوا في اي حته عن طفلك